تقليلا من حالات الاختناق بغاز أحاد أكسيد الكربون والتي تؤدي في غالب الأحيان إلى الموت. باشرت مصالح مديرية توزيع الكهرباء والغاز لولاية برج بعريريج على غرار باقي ولاية الهضاب العليا عملية تثبيت كواشف هذا الغاز القاتل بالمنازل. انطلقت مديرية توزيع برج بعريريج في عملية توزيع وتركيب هذه الأجهزة تدريجيا وبصفة مجانية مع مراقبة التركيبات الداخلية للغاز الطبيعي لضمان أمن وسلامة المواطنين. وهذا الجهاز يوزع مجانيا بالموازاة مع توزيع كواشف غاز أحاد أكسيد الكربون بعملية تحسيسية وتوعوية واسعة حول مخاطر سوء استعمال الغاز الطبيعي بتقديم نصائح وإرشادات للحد من الحوادث. عملية تركيب الكواشف تتبعها مراقبة الشبكة الداخلية للغاز بالمنازل من طرف أعوان مؤهلين للتأكد من مطابقتها لمعايير السلامة اللازمة، مع فحص أجهزة التدفئة والطهي التي تشتغل بالغاز، أمر استحسنه المواطنون. أكيد راح تكون عنده تأثير إيجابي وبنسبة كبيرة، ما نقولوش راح يقضي على هذا الحادث نهائيا، هذا مستحيل، ولكن أنا نظن يعني راح ينقص نسبة كبيرة يعني، ولازم يكونوا فيها حواج التوعية. مبادرة هائلة لأنها تنظرك على كش ما يكون خطر تنظرك. هذه طبعا ينقص من الحادث بزاف، يعني كاينين الناس تموت بهذا الشيء، ولكن كي يركبوا هذو لي زاباراي ينقصوا حادث كثيرة كثيرة. أجهزة كواشف أحاد أكسيد الكربون التي توزع وتركب مجانا على كل مستخدمي الغاز الطبيعي هي أداة سخرتها الدولة للتقليل من عدد الوفيات المتزايدة جراء هذا القاتل الصامت.